بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله نقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأولاد قصدت رزقنا كذبت عدونا أظهرت أمننا ومن كل ما سألناك أعطيتنا اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا اللهم لك الشكر على كل حال ولك الحمد بجميع المحال لا نثني ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا الله المتوحد بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصنيف الامور على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنة النعيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوته عن السيئات انك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو او نسيان او تحريف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تاويل على غير ما انزلته او تعجيل عند تلاوته او كسل او زيغ اللسان او وقوف بغير وقت او ادغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبوه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه
مع الأعضاء والقلب واللسان وقبلنا به الخير وسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان ونور وجوهنا يوم البعث وعاتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعاصمنا به من الزيغ والأخوة وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالآفية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصمد سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك زفرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إن إخواننا في بورما يقتلون لأجل دينهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم وأعينهم واجعل الأرض لهم اللهم لا تحرمهم اللهم لا تحرمهم لذة لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم وعينهم على أعدائهم أعداء دينك اللهم من أراد بخير للمسلمين فزد له في عمله ومن أراد شر للمسلمين فجمد الدماء على أروقهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح سيدنا ومولانا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولسيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي